طبعاً هذه هي رسالة لكل العالم بأن سوريا بخير ولم تكون الهجمة الإرهابية على سوريا تقتصر من الجهد الثقافي الذي تتبناه وزارة الثقافة، وأيضا هناك فريق ثقافي متميز يعمل بكل جد ونشاط في كافة المراكز الثقافية على امتداد الخارطة الثقافية السورية. طبعا نكرم نحن في هذه اللقاءات وهذه الندوات الأعلام العربية السورية التي كافحت وناضلت ضد الاحتلال العثماني والفرنسي، ونحن نكرم اليوم بهذه الأمسية الثقافية علامة من أعلام سوريا ألا وهو عبد الرحمن كواكبي الذي عانى أيضا من الاستعمار العثماني في تلك الحقبة، ونحن اليوم كمجتمع سوري نعاني أيضا من ذلك الاستعمار كما تصدى الكواكبي لذاك الحملة، نحن نتصدى اليوم لنفس الحملة التي تشن على سوريا متمثلة بالعثمانية الجديدة متمثلة بأردوغان. هذا الشيخ التبريزي وهذا الشيخ المصري والشيخ الإنجليزي وكل واحد منهم نسبه إلى وطنه ولم ينسبه إلى مذهبه أو دينه، وهو يناقش قضايا الدين في هذه المسألة، ووجد أن الطريق إلى النهضة يبدأ من حيث بدأ الغرب والأوروبيون في خروجهم من الشرانق الضيقة إلى الحياة العملية، ومن هنا أراد أن يستفيد من ثقافة الآخرين وتوظيفها توظيفا يليق بمنطقتنا.